السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة إحنا مكملين معاكم من ملف حصص أو منصة حصص مصر، وإن شاء الله النهاردة مع تيست 2. الناس اللي بيسألونا في التعليقات يا جماعة بيقولوا هتكمل يا مستر ولا لأ؟ بصراحة أنا معرفش، أنا مستمر معاكم وبخصص لكم وقت كبير جدا والله ربنا يعلم، بس مقدرش أوعد بحاجة، معرفش إيه اللي هيجري يعني. ادعوا لنا بالبركه والصحه وطول العمر واحنا مع بعض ان شاء الله، وما تقلقوش. بسم الله توكلنا على الله. نمبر 1، هير ماذر از ذا مين فور هير بيشنس اند ستراجل ان لايف. عن والدتها بتعتبر هي ايه بالنسبة لصبرها وكفاحها في الحياة. ايه الحاجة يا جماعة اللي هي تعتبر ميزة كويسة؟ institution، معهد، invention، اختراع، inspiration، الهام، طبعا intention يعني نية، طبعا هنا يبقى معايا كلمة inspiration اللي هو يعني تعتبر هي الالهام او مصدر الالهام لبنتها. بيقول لي the temple which is seen from a far distance، المعبد ده اللي بيتشاف من على بعد is based on pillars. pillars اللي هي الأعمدة يا جماعة، الأعمدة اللي هي بتبقى موجودة في الـ 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 الأماكن الأثرية، وممكن يكون متأسس عليها مكان أثري أو مبنى أثري. الأعمدة دي تفتكروا يا جماعة اللي تبقى شايلة معبد تبقى إيه؟ هل small ولا tiny؟ tiny يعني ضئيل جدا، ولا colossal طبعا ضخم؟ أكيد طبعا هنبص على كلمة colossal. هنا شباب زي ما انتم شايفين احنا واحنا بنراجع كده، فبتراجع معايا الكلمات، بس يفضل قبل ما اكمل الفيديو يفضل ان حضرتك تنزل الملف اللي احنا بنحطه تحت الفيديوهات. الناس اللي متابعيني من الاول عارفين يعني الكلام ده. الناس اللي متابعيننا جديد بس في فتره المراجعه، لا بيبقى في روابط ان انت بتنزل الملف وتحل الحاجه بنفسك، وان شاء الله يكون سريع كده، وبعد كده طبعا بتراجع معايا. نكمل يا شباب. بيقول لي Arab writers have made great to world literature. الكتاب العرب عملوا ايه بالنسبه للادب العالمي since ancient times، من العصور القديمه. طبعا هنتجه لكلمه يبقى make a contribution، تيجي في دماغي على طول يبقى contribution اللي هو اسهام، يعني اسهموا كتير فيه. طبعا isolation اللي هي طبعا بمعنى عزلة، وبريكوشن اللي هو تحذير، ليمينيت ليمينيشن اللي هو محو. طبعا الإجابة بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا contribution. He is a talented journalist، هو صحفي موهوب. So readers wait for his weekly in the local newspaper. الجمهور بقى والقراء بينتظروا ايه في الجريدة المحلية. ممكن يا جماعة نقول article، يعني انا هبقى متوقع كلمة article اللي هي مثلا مقالة، انما لما نبص هنا هنلاقي في كلمة اسمها column. column يعني عمود، عمود بمعنى عمود، وممكن تكون كمان بمعنى اللي هو عمود في جريدة. يعني ايه زي يعني تحل محل كلمه ارتكل هنا، يعني العمود اللي هو المكان المخصص لكتابه صحفي معين. طبعا اتفقنا ان بيلر اللي هو عمود زي ما اتكلمنا قبل كده، زي اللي في المعاد. نمبر 5، because this is a company you can find employees from different countries. هي الشركه دي يا جماعه شركه تعتبر متعدده الثقافات ولا شركه متعدده الجنسيات؟ السؤال ده انا يعني هبص على، في عندي كلمه اسمها مالتي ناشونال وفي كلمه اسمها مالتي كالتشرال. الشركه دي لو هي لها فروع في دول مختلفه، الشركه ذات نفسها هي اللي لها فروع في دول مختلفه، كنت هقول مالتي ناشونال. لكن هو بيقول لي انت ممكن تلاقي في الشركه دي موظفين من دول مختلفة، يبقى الشركة ذات نفسها تعتبر multicultural. multicultural يعني متعددة الثقافات أو فيها ثقافات مختلفة. nothing on the earth is، لا شيء على الأرض ماله بقى، everything will vanish، vanish يعني ينتهي، يبقى ما فيش حاجة إيه خالدة أو دائمة.
هتلاقي عندي في اللي يناسب دوت هو كلمة eternal. eternal اللي هي معناها خالد أو دائم. طبعا kernel, kernel اللي هي نوازب، أنا مترجمها لك كده، external اللي هي خارجي، internal اللي هو داخلي، يبقى eternal. Number 7, we must play، هنختار حاجة من دول، role in developing our country، في تطوير بلدنا، يبقى لازم حاجة كويسة. هل بسمستك متشائم ويك ضعيف نيجاتيف سلبي؟ لا طبعا هتبقى بوزيتيف. اعذرونا بس يا جماعه على السرعه في بعض الاسئله على اساس ننجز وعشان وقتكم كمان. After he finishes his university studies، بعد ما هيخلص الدراسات بتاعه الجامعه بتاعته، he will study for a master's، حافظها انا على طول يا جماعه، ايه اللي هي الماجستير؟ يبقى master's degree، degree اللي هي الدرجة العلمية. حتى بقى فيه زي كولوكيشن كده، عارفه ماسترز degree اللي هو الماجستير in political science، في علوم السياسة أو في العلم السياسي. طبعا دي رخصة زي رخصة سيارة license، effect طبعا تأثير، وفلايت يعني رحلة طيران. لا sorry you cannot talk to my father now، انت ما تقدرش تتكلم مع بابا دلوقتي. حلو، يبقى معنى كده انا فهمت يا شباب ان بابا ما هوش موجود. He to the market، هو ذهب الى السوق. يبقى ايه رأيكم، هناخد ايه؟ هناخد ايه؟ هو مش موجود دلوقتي. طب ما احنا يبقى كده هناخد has gone. has gone يعني ذهب الى مكان ولم يعد منه. طبعا هو مش موجود معانا فمش هنختار مضارع، هو يذهب، ده دي بتدل على عادة او فعل متكرر. was gone لا went، طبعا لما يكون بحدد هو ذهب الى السوق امتى. انما هو بيقول لي يعني زي يعني حد طالب بالتليفون وبيسال على الوالد، فبقول له هو معلش مش هتقدر تتكلم معاه دلوقتي لان هو يبقى هو مش موجود. Number 10 after he had received the request، بعد ما تلقى ال request طلب the consent الموافقة. هنا after ماضي تام، يبقى احنا هنا هنختار ايه بقى؟ هنختار ماضي بسيط past simple، ونخلي بالنا على اساس لو في passive يبقى الموافقة ايه؟ ارسلت، يبقى was sent، يبقى ماضي بسيط passive. My wife wants to bake a cake، هي عايزة تعمل كيك، but there isn't، خلي بالنا الجملة منفية، flour اللي هو الدقيق. يبقى ايه اللي هيجي بقى في حالة النفي؟ يبقى اكيد طبعا هنختار any، مفيش اي دقيق متواجد. They have two cars، هم عندهم عربيتين. يبقى نستنتج من هنا يا جماعة، هنا بس خلي بالك الصفة هنا كلمة poor اللي هو فقير، يبقى استحالة يكونوا فقراء، يبقى على طول هقول can can't be، مش كده؟ مظبوط. ممكن بقى في الامتحان يحصل مثلا تغييرات زي كده، بنخلي بالنا في الامثله اللي زي ديت يا جماعه. يا مثلا لو شلنا بور وحطينا ريتش اللي هو غني، يبقى ممكن نختار must be. After shopping for two hours، بعد التسوق لمده ساعتين، I didn't find I wanted. I wanted، انا ما لقيتش ها ما اريده. هنا ما فيش اسم، يبقى طبعا مش هنختار which اللي هو the thing which I wanted. whose مش عايز ملكية، طبعا هنختار what I wanted، ما أردته. I'm so hungry but the food is hot، يعني في فراغين، والأسئلة دي بقت معتادة بالنسبة لنا. حلو قوي، الأكل أنا جعان جدا، لكن الأكل، خلي بالك بقى شوف، لكن الأكل يبقى فيه مشكلة أو عرقلة في الموضوع. هنا جايب لي فراغ صفة، فراغ فعل في المصدر. طيب هبعد عن إيه يا جماعة؟ من غير ما أفكر كده طبعا هبعد عن كلمة so that و such، برضو ذات على اساس ما فيش اسم وكده، وذات طبعا في سواء في الحاله دي قبل ما ببص لاي معاني انا ببص للقاعده. طبعا بعد ذات بتيجي جمله، يبقى انا هخليني يا في اناف يا في تو. تعال نشوف هل اناف تنفع هنا؟ لا، اناف بتيجي بعد الصفه،
يعني نقول ايه is hot enough وما بيجيش معاها that كمان، بتيجي معاها to، يبقى الاجابه دي ما تنفعنيش. امال هنختار ايه؟ هنختار الاجابه اللي هي to hot to eat، يعني الاكل سخن جدا جدا ان انا اكله، يعني سخن جدا لدرجه ان انا I can not eat، يبقى الاجابه to to. He told me that he the day before. هنا احنا هنحول الى غير مباشر. حلوة، وهنختار حاجة عشان ايه نشوف ان هي متحولة الى غير مباشر. بس خلي بالك بقى، هنا في كلمة the day before. The day before يعني جاية من yesterday، مش كده؟ طيب، يبقى وفعل القول هنا في الماضي، يبقى هنا بيتكلم في ايه بقى؟ بنتكلم في ماضي تام. تمام كده؟ يعني الأساس بتاع الجملة دي كانت إيه يا مستر؟ الأساس بتاع الجملة دي الكلام المباشر، يعني اللي هو كان بيقول كده I traveled yesterday، ده الأساس، حولناها إلى he had traveled. نفترض بقى يا جماعة، يعني نشتغل بقى في السؤال، ممكن the day before ممكن تبقى the following day أو the next day، يبقى في الحالة دي اللي هو كده بتدل على مستقبل، هتعتبر جايه من tomorrow، يبقى كنا هنختار would travel. He has played football in this club his childhood. هنا هو جايب لي noun يا جماعه، ودي معناها من بتاع ده طفولته. شوف انا كنت عايز اقول منذ على طول ازاي؟ لما نلاقي اسم على طول كده ممكن هنا نختار اللي هو بدايه حدوث الفعل، يبقى هو بيلعب في النادي ده منذ طفولته، يبقى since his childhood. Which text is punctuated correctly؟ السؤال بتاعكم البنكتويشن يا جماعة، زي ما دايما بقول وأنا بطبق الكلام ده على نفسي أنا شخصيا، لازم العين تبقى مصحصحة قوي يا جماعة. ليه؟ علشان ممكن يحصل لخبطة، مش عشان أنت شاطر ولا مش شاطر، لا، ممكن يعني يسهى عليك في حتة اللي هي النظر يعني. تعال بص بقى معايا كده للأولانية. جيمي had a hard time selling، كان وقت صعب جدا قضاه في بيع the watermelons carrots، دي الحاجات اللي هو كان بيبيعها. جايب لي بقى يا جماعة، شوف هو بادئ بكابيتال مظبوط، وجايب لي هنا لما يكون في بتاع دوت يعني أكتر من عنصر، فهنا في كوما وقبل الأخير حطيت لي أند، تمام، وفلو ستوب، وخلصت الجملة الأولانية على كده. هيز بادئ بكابيتال، ماذرز أبوستروف إس أورجانيك فيرتلايزر، هنا ما دام في ملكية. طبعا أنا ما بترجمش لأن أنا إيه، مش شرط إن أنت تكون عارف كل الكلام خاصة في ده، يعني ما هو السؤال ترجمة، أنت بتبص على البنكتويشن. Might be to claim as it's برضو في الابوستروف هي اختصار ل it is pretty smelly and can't، في هنا برضو بتاعت النف في الابوستروف موجوده، touch it without the use of gloves، وهنا الفول ستوب. هتلاقي ان الجمله الاولانيه هي اللي ماشيه مظبوطه من ناحيه البنكتويشن. لو دورت في اي جمله ثانيه بقى هتلاقي في اي لخبطه من اي نوع. يعني على سبيل المثال هنا حاطط السيمي كولن يا جماعه، لا، لما بنفصل ما بين عناصر بنحط كوما. طيب شوف السؤال اللي بعده. We use a column. الكولم زي يعني يمكن انا عاملها لكم هنا، الكولم اللي هو النقطتين اللي بقوا فوق بعض دول، انا بستخدمهم ليه يا شباب؟ انا بستخدمهم لما يكون في عناصر، لما يكون في عناصر عايز اشير اليها بعد كده. فهنا هختار indicate، بتشير إلى a series of options، إلى سلسلة من الاختيارات أو العناصر. على سبيل المثال برضو اللي عايز يتابع معايا وأول مرة بياخد باله من الحتة دي، مثلا يعني لو الجملة بتاعت البنكتويشن اللي هو هنا كان بيقول مثلا على سبيل المثال يعني Jimmy had a hard time selling مثلا يعني نقول إيه سينكس اشياء، وهيذكر بعد كده الاشياء، يبقى بعد لو كان في مثلا يعني كلمه سينكس او برودكتس اللي هنا، يبقى كنا هنحط اللي هي الكولم عشان بعد كده في عناصر، يبقى كنا هنحط الكولم في الحته دي لو كانت في سينكس موجوده. تمام، يبقى الاجابه عندي هي هتبقى انتو انديكيت طبعا اللي هي ا سيريز اوف اوبشن.
هنا احنا كنا علمنا يا جماعة خلاص على الأولانية. احنا بس نسينا نعلم على ده. طبعا الإجابة كانت عندي اللي هو في السؤال 17، كانت عندي الإجابة A. هنروح بعد كده نشوف السؤال اللي بعده 19. The sentence that gives the reader some examples or evidence. الجملة اللي بتدي أمثلة ودليل أو برهان in the paragraph بتبقى اسمها إيه الجملة دي يا جماعة؟ هل تبقى topic يعني جملة افتتاحية؟ لا، ده أكيد بتبقى في بعد الجملة الافتتاحية لأنها تعتبر جملة داعمة. مقدمة introduction، conclusion خاتمة، لا طبعا تعتبر supporting sentence يعني جملة داعمة. When we start writing، لما احنا بنبدأ الكتابة we shouldn't، خلي بالك بقى we shouldn't يعني أنا ببدأ كتابة في مقال أو باراجراف معين ينبغي، وخلي بالك بقى should ولا shouldn't عشان تبقى مخلي بالك من الكلام. نشوف بقى في الاختيارات، شوف الاختيار بيجي ده we shouldn't think about a different topic، يعني ما نفكرش بقى في موضوع تاني مختلف. If we know more about it، لا يعني انت بدأت في كتابة في موضوع، ما تفكرش بقى في موضوع تاني. يبقى عشان كده الإجابة عندي ممكن تكون B. طيب وإيه يا مستر؟ تعالى ما نشوف كده، نحاول نقراها. Think about the grammar that will be included، يعني ما نفكرش في الجرامر، لا طبعا مش هيبقى مناسب للكلام. يبقى الإجابة زي ما احنا اخترناها B. لما بنوصل للسؤال بتاع الباسج او الكومبريهنشن يبقى خلاص قطعه الفهم. القطعه زي ما اتفقنا يا جماعه اقرا ثلاث مرات، اول مره سريع ويبقى حط خط تحت الكلمه مثلا اللي ما انتش عارفها عشان تاخد الفكره العامه يعني الاول مره، ثاني مره بتبطأ على اساس تاخد فكره اكتر وتخمن الكلمات اللي ما كنتش عارفها، ثالث مره بتقرا للفهم اكتر وعشان تحل الاسئله. برضو زي ما بعمل معاك بس طبعا مش هقرا كله، انا بس هدخلك في الموضوع. Many people have jobs that are not very interesting. ناس كتير طبعا بتبقى عندها وظائف ما هي شيقة. But a lot of people have to work at night. يبقى هيكلمني عن الشغل بالليل. And this is very difficult. بعد كده بقى هيبتدي بقى يستعرض الكلام. بتقرا بقى حضرتك يعني السطر اللي انا قريته معاك ده المفروض لا، عشان انت تتدرب. وصدقوني حتى في الفتره القريبه يا جماعه اما تمسك قطعه كده وتقراها يعني ما تحطش حاجز بينك وبين القطعه من قبل حتى ما تبتدي، لا اقرا بالراحه وعلى مهلك، هتلاقي نفسك بتجمع حاجات احسن مني كمان. تمام، ادي القطعه قدامك. ممكن توقف الفيديو وتقراها طبعا، او اكيد انت منزل اللي هو الرابط بتاع اللي هو الملف على اساس ان انت تحله وبعدين تراجع معايا. الفكره السؤال 21. The main idea of this passage is about. الفكره الرئيسيه عن القطعه دي ايه يا جماعه؟ هل giving an advice، اعطاء نصيحه بخصوص العمل متاخر؟ لا. طب الثانيه، طب الثالثه، طب تعالى نشوف كده الرابعه اللي هي دي. How working at night can be harmful. فعلا هو رأي الكاتب هو ضد فكرة العمل بالليل وإن كانت بقت حاجة ضرورية لبعض الناس. يبقى الإجابة هنا دي اللي هي How working at night can be harmful، تبقى ضارة أو مؤذية. The writer's opinion about night shifts، اللي هي الشفتات الليلية يعني، رأيه فيها is that إيه؟ هل it's easier؟ هل there is a variety of them؟ هو في من يعني هو كان وهو بيتكلم عرض ان في تنوع او تشكيله، يعني في اكتر من طبيعه عمل بتبقى موجوده at night. يبقى الاجابه عندي هتبقى B. Twenty-three. According to the passage we know that، احنا نعرف بس بيقول لي طبقا للقطعه، يبقى ما نالفش بقى. تعال نشوف الاولانيه كده. It's difficult to change your sleeping needs. بيبقى صعب ان انت تغير اللي هي احتياجات او الطبائع بتاعة النوم بتاعتك. الاجابة الاولانية سليمة. 24. About the future، بالنسبة للمستقبل، the writer mentioned، ذكر أن إيه لما جه يتكلم عن المستقبل؟ هل هيبقى في تغيير ولا لأ؟ في بعض الوظائف هتبقى مستمرة برضو،
ليلا رغم آرائه ورغم كذا، بص الإجابة بيجي كده: Some jobs will always be done at night. يعني بعض الوظائف هتبقى برضو دائما هتتعمل بالليل. عرفتها منين يا جماعة؟ مش بحل على طول طبعا زي ما اتفقنا، بس جرب ثلاث اللي هو تقرأ القطعة 3 مرات وعلى مهلك، واحدة واحدة. The best title of the passage is، أفضل عنوان للقطعة هو إيه؟ هل win for hours sleep cycles، يعني دورات النوم 24 ساعة؟ طب تعالى شوف الثانية كده: Society is changing، المجتمع بيتغير، but our bodies are not، اللي هو أجسامنا واحتياجات أجسامنا ما بتتغيرش. الإجابة فعلا يا جماعة بي، إجابة بي. The underlined word reverse it، هي reverse يعني إيه؟ reverse يعني يعكس، يعني يقلب الـ يقلب الـ 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 الميزان أو النظام بتاع حاجة يعني. كان ذاكرها فين؟ عشان هو عايز معناها هنا، أو بيقول لي ممكن نستبدلها مكان كلمة، نختار كلمة يعني. هنا كلمة reverse يا جماعة هو بيتكلم reverse، وهو بيتكلم عن if this cycle is reversed it can have a bad effect on a person's health. بيتكلم على نظام النوم وتعود الانسان او احتياجات الانسان للنوم ليلا، واخد بالك؟ فده لو قلبنا النظام ده هو فممكن يبقى له اثار ضاره. فكلمه reversed هنا هي ممكن نختار ايه مكانها؟ بيقول لي can be replaced with، طبعا انا هبص على overturned، يعني يتغير النظام او يقلب النظام او الدوره بتاعت ايه حياه الانسان ونظامه في النوم او كده. هو كلمه opposed يعني في راي بيروح لها، اللي هي opposed يعني يعارض زي يعارض في الراي او حاجه زي كده، بس طبعا بتهيألي overturned تبقى اكثر واقعيه. The writer thinks that the majority of people need، هو بيعتقد طبعا أغلبية الناس بتبقى محتاجة كام ساعة نوم يا جماعة؟ أكيد طبعا 8 ساعات. People who have to work night shifts، الناس اللي هي مضطرة تشتغل الورديات الليلية، struggle with، بتعاني وبتكافح مع، طبعا اكيد هيبقى فيه لها علاقه ب السايكولوجيكال ستريس اللي هو التوتر النفسي. طبعا بيبقى الناس اللي زي دول بيبقوا فعلا تعبانين مهما ناموا بقى بالنهار. تمام. القطعه الثانيه برضو بيجيب لي زي مثلا حكايه او حاجه زي كده، برضو يعني ده حد بيحكي بيقول a month ago I had no idea، ما كانش عندي او ما كنتش اتصور او ما كانش عندي فكره that on Sunday afternoon in July I'd be 50 meters above the ground and enjoying it. ما كنتش اتخيل او ما كانش عندي فكره ان يوم الحد بعد الظهر في يوليا كنت هبقى على ارتفاع 50 متر فوق الارض ومستمتع بهذه الرحله او كده. بعد بقى كده بيكمل ذا رايتر وبيقول ايه اللي حصل بقى وتم في الرحله. برضو حضراتكم يا جماعه ما ينفعش ان مثلا مستر زي كده ويقعد يقرا لك وبتاع، هتبقى في الامتحان محتاج حد قاعد جنبك. انما مهما كان مستواك في اللغه الانجليزيه اقرا واعرف وعيد وراجع، هتلاقي نفسك بتحل. هنا 29 بيقول لي in the passage the writer tells us، الكاتب بيحكي لنا او بيقول لنا how to، ازاي؟ تعال شوف معايا كده من خلال ما قريت. she spent some free time، يعني بعض وقت الفراغ. ازاي هو قضى بعض وقت الفراغ؟ In the text the writer mentioned، الكاتب ذكر، شوف الأولانية كده، what sort of activities you can experience at the center،
بعض الأنشطة، يعني ذكر بعض الأنشطة أو نوعية بعض الأنشطة اللي ممكن تمارسها في اللي هو المركز اللي هم كانوا رايحين له ده. Third one, the writer thinks that the weekend is عطلة نهاية الأسبوع. اعتقاده بقى كانت إيه؟ أكيد يا جماعة كان مبسوط بها جدا وذكرها في أول الكلام وفي آخر الكتاب اللي هو الحكاية اللي قالها يعني. According to the passage, some members of the group, بعض أعضاء المجموعة، ها برضو ديت أنا شخصيا رجعت لها أكتر من مرة يعني. هل came from the same city؟ لا، هم جايين من أماكن مختلفة. Had already chosen their preferred activities؟ لا. Had been there before؟ already knew each other. بعضهم كانوا عارفين بعض بالفعل، يعني هم يعني كانوا مجموعة عارفين بعض بالفعل. يبقى الإجابة G. Bethel went rock climbing. اللي راحوا في التسلق والصخور وكده، طبعا هو كان ذاكر له في القطع اللي هم طبعا كان. The writer that he she will enjoy being 50 meters above the ground. هنا بقى بيقول لي ايه الكاتب، ان هو هيستمتع. ما كانش متوقع ان هو هيستمتع من خلال ما قريت يعني. يبقى الاجابه عندي هتبقى didn't expect. Didn't expect، لم يتوقع. The underlined phrase، في عباره اتقالت اللي هي good deal. good deal زي كلمة ايه؟ زي كلمة كثيرا او كمية كافية او كمية كبيرة منه، وبتيجي طبعا مع اللي هي uncountable nouns. ممكن تستبدل ب suitable amount، لان large number يعني ممكن تبص لها كده بس معناها اعداد كبيرة من، انما هو كان بيتكلم على يمكن برضو ممكن نبص لها بسرعة كده. اهي a good deal of pushing يعني ايه؟ بدفع، ببعض الدفع يعني، وهم بيزقوا بعض على اساس ان هم يطلعوا من التسلق الصخور يعني. فهنا الاجابه بتاعتي ممكن تبقى suitable amount. The best title for this essay could be، العنوان المناسب، افضل عنوان ممكن يكون ايه بقى يا جماعه؟ لما يجي يقول لك عنوان، السؤال ده يا جماعه ركزوا عشان خاطر يا شباب، ركزوا قوي فيه، لان ممكن طبعا بتبقى في حاجات متشابهه كده صغنطوطه، فبركز فيه. ممكن هنا اهوت من خلال ما قريت اللي هو بص كده climbing 50 meters above the ground، ممكن يبقى ده انسب عنوان. تعال نشوف مثلا حاجه ثانيه كده تنفع. enjoying the wildlife، الاستمتاع بالحياه البريه مع الحيوانات، ما قالش الكلام ده مثلا. طيب نيجي نشوف اللي هي translation اللي هي الترجمة. أول حاجة طبعا from Arabic into English. بقرأ الترجمة كويس جدا، اللي هو المعطيات اللي بيدهاني يعني. بعض، حلو قوي، يعني مش كل، بعض اللي هي صم. الآباء يرسلون أبنائهم طبعا للحضانة اللي هي نيرسر سكول، عند بلوغ سن الرابعة، عند مش قبل، لا عند. والبعض الآخر ينتظر بلوغهم اللي هو بلوغ أطفالهم يعني سن المدرسة، مش كده يا جماعة، اللي هي برايمري سكول. تعال بقى بص بقى معايا كده هنا، تعال نشوف عشوائي عشان ما أقولكش أنا اخترت إيه في الأول. تعال نشوف كده مع بعض. some parents send their children to nursery school before. شايفين كلمة before دي؟ هل دي تمشي يا جماعة معايا؟ لا مش هتمشي. يبقى كده طبعا الترجمة دي راحت مني خلاص. ليه؟ لأن هو بيقول لي هتبقى مثلا زي when. تعال نشوف بقى بي كده. some parents send their، نعمل عليها كده على أساس تبقى أنت مركز في القراءة معايا. تمام، يلا. Some parents send their children to nursery school, الحضانة, when they reach the age of 4, and others wait until they reach the age of primary school. الإجابة دي مناسبة جدا، يبقى احنا اخترنا الاختيار B. يعتقد البعض، برضو خلي بالك البعض ماشي، أن عدم تقنين، هي كلمة يقنن يا جماعة اللي هي legalize
يبقى عدم تقنين. خلي بالك بقى من كلمة عدم اللي هي not legalizing، ممكن تعدي كده ما تاخدش بالك، وبتحصل معايا أنا شخصيا. التدخين في الأماكن العامة يقلل من وجوده، اللي هو وجود التدخين، بالتدريج. وكلمة بالتدريج طبعا اللي هي ايه؟ gradually، عشان ما نتلخبطش بينها وبين أي كلمة تانية زي regularly، يعني regularly بانتظام، إنما بالتدريج اللي هي gradually. خلي بالنا. يقول آخرون أن هذا لا يكفي وأن هناك حاجة إلى تدابير أخرى. طيب تعالى نعمل زي الأولانية كده ونشوف مع بعض، نشوف هنختار إيه. يعني مش هوديكوا على اللي أنا اخترته على طول. Some believe that legalizing، واخدين بالكم الغلطة فين؟ legalizing اللي هو تقنين، إنما هو طالب فوق 100 legalizing، دي مش مظبوطة، فاهم؟ تقنين، إنما هو عايز إيه؟ not legal، أهو عدم تقنين. تعال نشوف اللي هي D. Some believe that not legalizing smoking in public places reduces its presence، يعني يقلل من تواجده، its دي عايدة على smoking، gradually تدريجيا. Others say this is not enough and that other measures، إجراءات أو تدابير، are needed، مطلوبة. مش كده يا جماعة؟ مظبوط. طيب هنشوف، يبقى خلاص الإجابة بتاعتنا هنحوط بقى هنا، الإجابة بتاعتنا قلناها دي. From English into Arabic. Obesity اللي هي طبعا السمنة، is an increasing public health problem، مشكلة صحية عامة متزايدة. In some parts، في بعض أجزاء العالم. تعال نشوف. طيب هنا السمنة مشكلة صحية عامة تتزايد، هو هنا طبعا جاي كان جايبها لي زي adjective صفة، يعني متزايدة. طب السمنة مشكلة صحية عامة تستمر في التزايد، مش بالظبط، السمنة مشكلة صحية عامة متزايدة في بعض أنحاء العالم. الإجابة سي، تمام، ماشية أكتر. يعني حتى لو انت حسيت ان في اجابه مثلا يعني شبه كده، لا في، يبقى اختار الافضل. هنا طبعا بيقول لي you have to develop your skills، ينبغي ان انت او عليك ان انت تطور من مهاراتك to be able to get a suitable job. suitable يعني ايه يا جماعه؟ يعني مناسبه. حلو كده، يعني ما قاليش بقى لا مفيده ولا مش عارف ايه. طيب ابقى خلي بالك عليك، أنا في نمرة اللي هي اختيار إيه، عليك تطوير مهاراتك لتكون قادرا، مظبوطة ماشية حلو جدا، على الحصول على وظيفة مناسبة. يبقى الاختيار إيه؟ مناسبني جدا، مظبوط. هنا بيقول لي عليك تزويد مهاراتك، ما قالش كده، هو بيقول تطوير، يبقى خلاص الاختيار بتاعنا إيه. في الآخر يا جماعة يعني أنا بفكر في حاجة إن شاء الله يعني، وبإذن الله يعني، يعني ادعوا لي بس بالصحة كده، وإن ربنا يلهمنا سوا إن شاء الله، أكمل معاكم بإذن الله يعني، مفيش أي مشاكل. بفكر في حاجة كمان، وبرضه تدوني رأيكم في الكومنتات، إن أنا أعمل مراجعة ليلة الامتحان، تجميع للورك بوك، يعني بحيث إن أنت ما تقعدش تتنقل من فيديو لفيديو، بحاجة مجمعة، ولونج مان برضه مجمعة بالشكل ده، نشوف رأيكم إيه يعني. أشكركم في النهاية طبعا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.